مرحبا، كيف حالكم؟ أنا خبز بذور الكتان من شركة ريف للخبز الصحي. اسمعوا، بدي أحكي لكم عن أهم الأمور اللي لازم تعرفوها عني. بالبداية، الكل ممكن إنه يأكل خبز بذور الكتان، طبعاً لأنه صحي ومغذي وطيب، ولأنه مصدر غني بالألياف الغذائية والبروتين والفيتامينات. بذور الكتان غنية بالأوميجا 3 وبتساعد على تخفيض مستويات الكوليسترول، ومن أهم فوائدي دوري في تخفيف الوزن، ولأني غني بالألياف الغذائية وبحتوي على كمية منخفضة من الكربوهيدرات، ومن هون اشتهرت بتخفيف الوزن. خبز بذور الكتان من ريف خالي من السكر المضاف والدهون تماماً، لهيك ما في داعي تحرم حالك من الخبز بسبب الدايت. خبز بذور الكتان كمان بيساعدكم على السيطرة على ضغط الدم ومستويات السكري، وهو مصدر جيد للبروتين. فلتحسين النظام الغذائي وتعزيز الصحة بنصحك بخبز بذور الكتان. فبذور الكتان لحياة صحية متوازنة. تقدروا تقرأوا بعض الفوائد بالشريط أسفل الشاشة. وبشكل عام منتجات ريف مو بس لحياة صحية، منتجات ريف طيبة ولذيذة كمان ومتوفرة بكل مكان. وبهيك منكون شرحنا الفوائد الصحية لخبز بذور الكتان من شركة ريف. اعملوا شير لأي شخص بهم الموضوع وتابعونا على صفحتنا لتعرفوا أكثر عن فوائد منتجات شركة ريف. ولا تنسوا، ريف صحي ولذيذ. سلام.